بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام متابعي قناة معروف للمعلوميات. اليوم بإذن الله سأشرح لكم شرح جديد حول طريقة لكيفية تغيير صيغ المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو عبر برنامج VLC Media Player. يعني نعرف أن برنامج VLC Media Player يشغل الصوتيات، لكن هو أيضا قادر على عدة أشياء أخرى وقادر على عدة أدوار أخرى يعملها في الجهاز، مثلا تغيير صيغ الفيديو. الشرح الذي سنشرح اليوم، وأيضا تسجيل سطح المكتب كما أنا أسجل سطح المكتب لكن ببرنامج آخر، لكن هو يعني قادر على هذا العمل، وأيضا يقوم بتغيير أو بتقطيع المقاطع وأشياء أخرى. اليوم إن شاء الله سأشرح لكم طريقة لكيفية تغيير صيغ مقاطع الفيديو وصيغ المقاطع الصوتية. لكن اليوم سنشتغل على هذا الفيديو كما تلاحظون، هذا الفيديو من قناة معروف سنشتغل عليه بإذن الله. كما تلاحظون هذا هو الفيديو، كما تشاهدون سأريكم بعض اللقطات من الفيديو لكي تتأكدوا بأنه يحتوي على الصورة. هكذا يعني هذا هو الفيديو كما تلاحظون. محمد، إلى اللقاء، أستودعكم الله إخواني الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة. هذا هو الفيديو كما تلاحظون، سنقوم بتغييره أو بتحويل صيغته إلى صيغة صوتية. سيظهر لنا الصوت فقط كما تلاحظون. سنقوم بالضغط على البرنامج ضغطتين. إن لم يكن لديك البرنامج فقم بتحميله من أسفل الفيديو، ستجد رابط تحميله وتثبيته على الجهاز ثم تتابع معي. هنا سنقوم بالضغط عليه إن كان لديك مثبت أو إن ثبته معنا. كما تلاحظون هنا سأضغط على ميديا، أول شيء ميديا، ثم سأقوم بالضغط على كونفيرتر سلاش انغوجيستري. هكذا ضغطة واحدة ثم أو سأضغط على كنترول أغ من لوحة المفاتيح وستظهر معي هذه النافذة. أولا سأقوم بالضغط على أد أو أجوتي أو أضيف من هنا حسب اللغة الخاصة بحاسوبك. هنا سنقوم باختيار الفيديو الذي سنعمل عليه. أنا لدي الفيديو على سطح المكتب، سأضغط عليه ضغطتين هكذا، ثم سأقوم بالضغط على كونفرتر. يعني لاحظ أن الفيديو قد ظهر معي هنا، سأضغط على كونفرتر انغوجيستري من هنا أيضا، ثم سأختار الصيغة الذي أريد أن أحول لها الفيديو. من هنا سنقوم باختيار الصيغة الجديدة. إن كنت تريد تحويل الفيديو إلى صيغة فيديو أخرى لكن بصيغة أخرى، يعني الفيديو لديك كما تلاحظون بهذه الصيغة MP4، هنا سأختار مثلا صيغة الـ TSC مثلا أو صيغة الـ ASF وعدة صيغ أخرى، لكن أنا سأختار تحويل فيديو إلى مقطع صوتي فقط، اوديو ام بي 3 هنا في هذا المكان كما تلاحظون. ثم ساضغط على باركوغير من هنا، ساقوم باختيار مكان الفيديو، مكان حفظ الفيديو. ساقوم باختيار سطح المكتب على سبيل المثال، ثم ساضغط على ساكتب اسم خاص بالفيديو مثلا معروف 7 كما تلاحظون، ثم انغوجيستري من هنا او حفظ، ثم ديماغي، ثم سيبدا معنا البرنامج بتحويل الصيغه، صيغة الفيديو الخاص بنا. سأرجع لكم بعد نهاية الفيديو على وشك الانتهاء أعزائي الكرام. كما تلاحظون هنا أنا اخترت فيديو قصير يعني لكي أشرح لكم، يعني لكي لا يكون الفيديو طويلا. هنا كما تلاحظون اخترت سطح المكتب وهذا الاسم اسم معروف 7 الذي حفظنا به الفيديو. يعني دعونا يعني نجرب هل نجحت معنا الطريقة أم لا. السلام عليكم أعزائي الكرام، بعجالة سأريكم كما تلاحظون الصوت يشتغل 100% وبشكل جيد كما تلاحظون. قال هو في الفيديو أيضا لكي تتأكدوا، أنا تأكدتم أعزائي الكرام، سأظهر لكم في الأخير لأنني يعني أقول اشتركوا في القناة. هكذا كما تلاحظون طريقة ناجحة 100%. إن أردتم أي شرح على برنامج VLC Media Player اكتبوا لي في التعليقات. شكرا لكم على حسن المتابعة. فقط لا تنسوا ذكر الله، لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو.